سلام يوفي، جيسبر كامل راكم بخير وبصحة جيدة. اليوم جيت نحكي لكم على لاسيد ساليسيليك تاع لي دو برودوي هادو، كاين تاع ماركة تاع باولوس تشويس وكاين تاع دي اورديناري. كيما على بالكم هاد لاسيد ساليسيليك قادرين تلقاوها في بزاف تاع لي مارك، يعني مش اوبليجي هاد لي دو مارك، مي انا جربت هاد لي دو مارك، راني جايه نهضر لكم عليهم ونقول لكم ما هي اللي والمتني اكثر للبشره ديالي. بالنسبه لاسيد ساليسيليك اللي مازال ما استعملتهاش، ولا ساليسيليك اسيد كيما تحبوا تقولوا لها، حمض ساليسيليك اللي مازال ما استعملتهاش وراه عندها بروبليم نتاع الحبوب، نقول هادوك قبل كاع ما نبدا نهضر، روحي جري اشري هذا دو بريفيرونس، تشري هاد لو برودوي وما تشربيش الدواء. حاجة انا كنت استعملت ساليسيليك اسيد في هاد المنتج، هذا القرعة الصغيرة تجي الكتبة في الساعة الطير، والقرعة الكبيرة الكتبة تكون محفورة فيها شوية. هادي الصغيرة فيها 30 ميلي، كنت استعملتها وعجبتني بزاف، ورحت شريت القرعة الكبيرة. القرعة الصغيرة دير 340، الكبيرة تقدر تلقاوها حتى 900 ميلي، يعني غالية، السعر تاعها غالي ولكن دراهمها مشي خسارة فيهم. عندنا هنا تاع دي اورديناري، شوفوا شحال راني مستعملتها من خطرة. كنت كملت هادي وشدت لي بزاف البنات هادي الصغيرة، وكي حبيت نشري ما كاش عندي بودجي باش نشري القرعة الكبيرة، قلت لازم نشري نتاع دي اورديناري فو كي غير كيف كيف اسيد ساليسيليك. كنت حوست على القرعة اللي توانم البشرة الدهنية، راح نحط لكم لا فوتو تاعها، البشرة الجافة فو كو انا عندي البشرة الجافة، ولكن ما لقيتش القرعة اللي توالم البشرة الجافة. كنت شريت هادي توالم البشرة الدهنية، وراح نحط لكم لا فوتو تاعها اللي توالم البشرة الجافة، لكن ما لقيتهاش. الان راح نروحوا للاسيد ساليسيليك وعلاش نستعملوا لاسيد ساليسيليك للبشره نتاعنا. اي وحده تحب تدير تقشير للبشره تاعها ويكون تقشير خفيف، يعني ما يكونش تقشير قوي، كما كنت نقول لكم خواتاتي، اللي حابه تقشير للبشره تاعها ويكون تقشير خفيف يعني مش قوي على البشره، تستعمل حمض الساليسيليك، يعني لاسيد ساليسيليك. كيفاش نستعملوا لاسيد ساليسيليك؟ نستعملوها خاصة بالليل، نقدروا نستعملوها بالنهار، ما تجيش وحدة تكتب لي في الكومنتير ما نقدرش نستعملها بالنهار. انا نستعملها بالنهار، ولكن نستعمل اكخون توتال، نستعمل تاع لاغوش بوزي، راحت خلاص لي ديجا، وراح نعاود نشري واحد اخرى، ولكن ما راحش نشري في لاغوش بوزي، راح نبدل باش نشوف لي مارك الاخرين. لازم ديما ليكرون توتال، صدقوني خواتاتي، كنت حكيت لكم ديجا من قبل باللي راه عندي مشكل الحبوب، خرج لي ضربه واحده حبوب جامي خرجت لي كيما هاد الفتره الاخيره، خرجت لي في الفيزاج تاعي وكذلك في الظهر تاعي. الحل الوحيد نتاعها، بما انه مانيش حابه نشرب الدواء، ما نكذبش عليكم خواتاتي، انا الدواء وليت ما نقدرش نشربه، ما نقدرش الجسم تاعي ما ولاش يستحمل لي الدواء، قلت نروح نشري لاسيد ساليسيليك. شريت هادي في الاول، وكما قلت لكم كنت جربت الصغيره هادي، يعني صدقوني خواتاتي هادي ما خرجتش عليا كيما خرجت نتاع باولوس تشويس. تاع باولوس تشويس هاربه بزاف، دونك ديسيديت نشري الكبيره وراني نستعمل الكبيره. الفرق شفتو في مده قصيره، هو صح ما راحش يعطيك واحد الفرق كبير، لانه لازم تتمشي، لازم تصبري على تستعمليه، كيما الدواء كي تكونوا تشربوه وتستناو الريزلت تاعو، لازم تصبروا تاني على لي برودوي كي تستعملوهم خواتاتي، لازم تصبروا عليهم باش يعطيوكم ريزلت مليحه. دونك لاسيد ساليسيليك واش نستعملوها؟ نستعملوها باش نقشروا البشره تاعنا ونجددوا الخلايا تاعها، نستعملوها للبشره اللي تكون عندنا دهنيه ويكون عندها افراز زيوت بزاف، نستعملوها كذلك اللي تكون عندها مشكل الصدفيه في الفيزاج تاعها، نستعملوها اللي تكون عندها مشكل نتاع الحبوب والرؤوس السوداء بزاف. فهاد الظروف اللي نحكي لكم عليهم نقدروا نستعملوا لاسيد ساليسيليك، ولكن لازم نستعملوها بانتظام. ما تخلطوهاش مع لا فيتامين سي، ما تخلطوهاش مع، كي تكونوا تستعملوا لاسيد ساليسيليك ما تستعملوش معاها ريتينول، ما تستعملوش معاها لا فيتامين سي، ما تستعملوش معاها اي حاجه اللي تكون فورت بزاف. نقدروا نستعملوا معاها لاسيد ايرونيك، نقدروا نستعملوا معاها نياسيناميد. نياسيناميد بزاف مليح للبشره، اذا استعملتوه مع لاسيد ساليسيليك راح يعطيكم نتيجه مليحه. وما ننساوش الترطيب، اذا كنتوا تستعملوها بالليل بلوتو، في النهار كي تنوضوا الصباح خواتاتي راح تروماركيو قشره خفيفه في الفيزاج تاعكم.
اذا شفتوا هذيك القشره الخفيفه خواتاتي ما تنخلعوش، الصباح نوضوا غسلوا لو فيزاج تاعكم، هذاك يكون يجدد في الخلايا تاعكم، يكون يجدد في الجلد نتاعكم هذاك الميت، هو مقشر يقشر البشره تاعنا، وصدقوني خواتاتي راهو بزاف رائع. دونك ما بيناتهم كنت هذا اللي حابه تسمع لاسيد ساليسيليك وحابه تعرف كيفاش نستعملوها اكسترا، راني دايره فيديو سبيسيال على لاسيد ساليسيليك. انا اليوم جيت نهضر برك على لاسيد ساليسيليك تاع بولس تشويز و تاع دي اورديناري. دونك باش نقول لكم ما هي اللي فضلت، نفضل نتاع بولس تشويز. اللي حابه تشري لاسيد ساليسيليك ننصحكم بتاع بولس تشويز، هم كاينين بزاف لاسيد ساليسيليك، كاينين بزاف تاع الانواع، ولكن انا هادو زوج اللي جربتهم ودرت الفرق بيناتهم. بالنسبه ليا تاع بولس تشويز بزاف هاربه على نتاع دي اورديناري. دونك البنات اللي عندهم مشكل حبوب، اللي عندهم مشكل حبوب واللي عندهم مشكل تاع لي طاش في لو فيزاج اي تو، حابين يجربوها ننصحكم بهادي احسن من تاع دي اورديناري. فوالا انا عطيتكم نظره خفيفه، وراح نحط لكم هنا لو ليان نتاع لا فيديو اللي كنت هضرت ديجا على لاسيد ساليسيليك، وديت فيها شرح مفصل، وكنت حكيت عليها طريقه الاستعمال نتاعها وكيفاش نستعملوها. تفرجوا في لا فيديو راح تعرفوا لي ديتاي. فوالا دونك اللي حابه تشري نتاع باولوس تشويز، ماشي بيبليسي سيتي، ما سامعينش كاع بيا خواتاتي، هاد لا مارك ما سامعاش كاع بيا، انا نكزيستي ولا ما نكزيستيش، وما كاش اللي عطاهاني، انا اللي راني نشري بدراهمي وراني نستعمل على روحي، ونجي نقول لخواتاتي باش نعاونكم تلقاو حل صراحه. يعني ديوها من عندي 100%، راني نحط دراهم فيهم وراني نجربهم على روحي باش نهضر لكم عليهم، يعني مانيش نجي نهضر هكا في الهواء والريح برك. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوني. تهلاو في رواحكم الغزالات، على بروشين فيديو ان شاء الله تبقاو على خير.